السلام عليكم. في هذا الفيديو راح نشيل راح نكون حديد التليح للبنشنج شير، بس لو قلت عن التليح لفلات سلاب. اول اشي البنشنج شير، انا حكيت لكم انه في عندي ثلاث حلول. لو نيجي نفتح ملف في الوورد، حكيت لكم انه عندي ثلاث حلول. الحل الاول هو عبارة عن نزيد السماكة، احنا اصلا مشيك عنا كل هذول، بس نزيد سماكة السلابة، نزيد عرض العمود، او بنحط ثلج او دروب بانل، او بنحط حديد. حديد البنشنج، حديد البنشنج هو مثل ما هو ظاهر معي بالصورة هون. الصورة هون كيف هذا العمود؟ هذا العمود ولنفرض انه كان عليه بنشنج شير، احنا رح نحط له حديد تليح معين سيف بيطلعه. سيف هو عبارة عن زي البيمات، بس مش بيم، لا نصاص بيمات زي ما تقول، ولا نصاص يعني. المهم بتحطهم على اشكال، في اشكال راديال، هاي بسموها راديال بالعادة، اشكال انه على شكل دوائر هكذا. انت بتحط حديد، حديد سفلي وحديد علوي وحديد كانات. هذا السيف كله بيحسبه قديش السبيسنج بين الكانة والكانة، وقديش سيخ وهكذا. صور ثانية ها أوضح. الله هاي ها، عندي تسليح علوي وسفلي وعادي كانات. كل البرنامج بيحسبه، برنامج بيحسبه. طلع تسليح نيجي للسيف. السيف عندنا فتحنا المخطط، اذا بتلاحظ المرة الماضية كان معمول له رن، هسه مش معمول له رن. اكيد هاي في خاصية سيئة بالسيف، انه لما تطلع منه حتى لو كنت عامل سيف رن ما راح يعمل رن. هسه شو اسمه، نتأكد من المش، وين المش رن نص، اموره تمام، كل شيء تمام، بس المشكلة انه ايش، مش معمول له رن. هسه اذا بدي اعمل رن عشان اسلح راح ياخذ مني برضه 10 دقائق زي المره الماضيه. فشو بعمل انا؟ خلص انا عرفت انه الديفليكشن مشيك. فشو بسوي؟ بروح على الديفاين لود كيسز وبحسب، بحذف كيس الكيس 1 وبحذف الكيس 2 وبحذف الكيس 3. هيك انا ايش، حذفت الكيسز. بس لما اعمل رن باخذش مني اقل من دقيقه يعني. ها هاي انا عملت رن، ما راح ياثر شيء على النتائج، انه هذيك النتائج كانت لحساب الديفليكشن. هسه الديفليكشن خلص راح، شيكت عليه وطلع اموره تمام. هيو ها، هيو الديفليكشن 23 وانا المسموح 26. هسه هون شوف عمل رن بثواني، والبيسك مش او البيسك المش تبعت الهاي نص يعني، كثير صغير يعني كثير عادي يعني، انه بخلصوا بثواني، بخلصوا بثواني لما تعمل الكيسز. فشوف هسه الديفليكشن، شايف هذا الانيشال ديفليكشن عادي مانيش فيه، بس هسه خلص بطل في عندي لونج تيرم ديفليكشن. ها لو بدك تحط لونج تيرم ديفليكشن ما راح يحسبه، راح اقول لك صفر. ليش؟ لانه انا ما عندي لود كيسز اصلا، ما عندي لود كيسز اصلا. هسه بدنا نيجي نقرا الفورسز. في عندي انا الستريب فورسز هون، شو ستريب فورسز، او نفس كالعاده ديسبلاي شو ستريب فورسز. في انا عندي بحسب، انا دائما لما اصمم السلاب بصممها على الالتيميت تمام. هسه انا ايش بدي؟ بدي مومنت، مومنت بدي لاير اي. لاير اي شو يعني؟ يعني الطبقه الافقيه. بعمل اوكي. شوف هذا عندي المومنت دايجرام للسلاب، هيك شكل مومنت دايجرام للسلاب عندي. عندي هون ها سالب 7 13 سالب 43، اللي هي قيم النيجاتيف مومنت والبوزيتيف مومنت، قيم النيجاتيف مومنت والبوزيتيف مومنت. فبتلاحظ تحت كاتب لك سالب 47 و 15.9 يعني 16، هاي قيم تسلي قيم المومنت على الاكس. فانت بتقدر انك تاخذها او تشوف قديش على قيمه وتسلي عليها السلابه كامله. او هسه بعطيكم حل ثاني، خلينا نشوف الطبقه الثانيه، الطبقه بي. الطبقه بي المينيمم 39 والماكسيمم 15.5، يعني التسليح العلوي والسفلي راح يطلع نفسه تقريبا، راح يطلع نفسه تقريبا. هيك انا جبت قراءه المومنت على السلاب، مش على البيم، على السلاب. هسه كيف بدي اسلحها؟ في عندك كثير خيارات. في عندك هون شو سلاب ديزاين، اللي هي شو سلاب ديزاين. فهون انت اذا بدك تصمم، بدك تصمم على طريقه الستريب بيست ميثود ولا الفاينايت اليمنت. احنا بنصمم بالعاده على الستريب بيست، اللي هي اني انا عامل ستريب واصمم الستريب. في عندي هون امبوز مينيمم رينفورسينج، بقول له اوكي. يعني هون انا اذا عندي مومنت مثلا ثلاث، مومنت ثلاث ما بحتاج مثلا تسليح، بس احنا الكود عندنا في عندنا رو مينيمم، فهون لما احط له هاي صح زي اللي بحكي لي استعمل رو مينيمم تمام. هسه تسليح السلاب باجي لهون، باجي بحط هاي، انا قديش بدي؟ بالعاده تسليح الفلات سلاب كيف بيكون؟ عبارة عن تسليح
خطأ، لا كمرية بسموها في العادة بدون بيمات، هاي بالعربي يعني إذا بالعلواق أو فلات سلام. يكون عبارة عن شبكة حديد سفلية لمقاومة العزم الموجب اللي هو المومنت، وشبكة حديد حلوية لمقاومة عزم السالب اللي هي النيجاتيف مومنت. ممكن أحتاج شبكة إضافية الحديد طبعا سفلية في وسط البحر. كيف يعني وسط البحر؟ يعني بنص الإسبان، يعني هون يرجع لهون، هون بنص الإسبان مثلا، لا مش هون، مثلا هون، بس هون القيمة صغيرة أصلا، أو هون، ها دي هون 15.5، فلتفرض إنه هاي 80. إذا 80 الشبكة اللي أنت الأصلية اللي أنت حاطها الأساسية هتكفي، بدي أضطر أحطه بهاي المنطقة شبكة زيادة. أوكي زيادة، ولتكن إنه هون المومنت عالي، المومنت كثير قليل على السلاب. شبكة حديد إضافية في عند العمدة، اللي هي مشان تقاوم النيجاتيف. تمام، هيك أنا بكون تسليح الفلات سلاب. فأنا هسه لما أجي أقول له هون شو سلاب ديزاين، أجي أقول له هون، أقول له مثلا أنا بدي فاي 12 على البوتوم والتوب كل 200 ملي. كل 200 ملي يعني إيش؟ يعني أنا عندي تسليح إضافي أساسي، تسليح أساسي بيسك مش بنسميها، بيسك مش يعني شبكة أساسية بوتوم، تكون بالعادة 5 فاي 12، 5 فاي 14 اللي بدك إياه، 6 فاي 10، 5 فاي 12 مثلا. أنا هيك ناوي أعمل مثلا، أنت هاي بتشوف البرنامج. خلينا أشوف، أنا هون شو بوتوم رينفورسمنت حط له 12 سيخ كل 200 ملي، تيجي تحطه لاحظ، شوف ما اعطانيش قراءات في خلال دقيقة. show values المفروض هيك يعطيني بوز. تمام، في ايرور كأنه بالبرنامج. تمام، اتوقع انه لازم تيجي من هون بالبدايه، انه تقول له انت بدك، مع انه هذا الحديد الاضافي بالعاده، مع انه هذا الحديد الاضافي بالعاده، بس شارف صار في خلل. دقيقه 12، انه هو قاعد بيعطيني اياها كمساحه، مع انه البرنامج ما بيعطيك كمساحه بالعاده. قال لي انه هون بده حديد مقدار 200 ملم مربع، بس لا احنا ما بنشتغل هيك، بالعادة بنشتغل بحيث يعطيني الحديد. تمام مش مشكلة، خلينا على الطريقة الأساسية اللي هي هون، أقول له مثلا بدي فاي 12 فاي 12 عادي، ترى ثنتين بزبطوا. فبتلاحظ انه هون طلع شو قال لك؟ قال لك الماكسيمم بوتوم 4 فاي 12 والماكسيمم توب 9 فاي 12. طبعا الشبكة هاي يعني بتلاحظ انه كثير معجكة، عادي بتقدر تشيل هاي السكيل فاكتور. فهيك انا الشبكة عندي هون والله 3 فاي 12، 3 فاي 12، 4 فاي 12. لاحظ هون في عندك 9 فاي 12، بس انا مش منطق اجي اسلح كل سلاح بعد 9 فاي 12، فهون بضطر احط حديد اضافي. هون طلع 8 فاي 12، 4 فاي 12، يعني هاي تسليح السلاب. لو عملها شبكة سفلية 5 فاي 12 كله على البوتوم، طلع هون هاي كلها بوزيتيف مومنت، طلع على الاكس هيك، طلع على الاكس هيك كله 3 فاي 12 مشيك، بس انا ما راح احط 3 سياخ، راح احط 5 بالمتر. طلع انه كله مشيك على، ها هون طلع عندك 5 فاي 12، هون عندك هون 5 فاي 12. فانت هذا انديكيشن بيقول لك انه تسليح السلاب هاي 5 فاي 12 مناسب على البوتوم، ولكن بدون اكسترا، نو اكسترا نيدد. انت بتقدر تعمله مانيوال هذا الشيء، اكسترا نيدد، ما انت مش بحاجه اثنين هاي.
هسا ريسك مش ولا النومد. هسا انت بتقدر انه تخلي هاي مثلا فاي 10، كونك شفت انت الفاي 12 مش مناسب، بقدر احط فاي 10، او اقول لك خلينا نشيل البوتوم وخلينا نشوف البوتوم. على البوتوم لاحظ انه البوتوم اعطاك 5 فاي 10، فانت برضه بتقدر تسلح هاي السلاب اور 5 فاي 10، تقدر تسلحها 5 فاي 10. قلت لكم انا مش ما عنديش خبره كثيره، ممكن هاي صح وممكن هاي صح. انا بالنسبه لي شيء هاي راح تكلف اكثر، اكيد الحديد 12 وزنه مش زي وزن الحديد 10. مرات البرنامج يكون عادي في اخطاء في كذا بتاع سيفتي، اختار 5 فاي 12، واحنا اصلا بالعاده بنستعمل 5 فاي 12. تمام. على التوب بورجيك حديد التوب، بتلاحظ انه حديد التوب بتطلع وين؟ قريب الاعمده، قريب الاعمده، طلع كله 5 فاي 10 ما عدا هذا العمود 12 فاي 10. فصعب احط 12 سيخ، وصعب برضه احط شبكه حديد 5 واحط شبكه حديد من 7، فبالتالي صعب تحط اضافي 5 فاي 10، فبالتالي سلح التوب على 12 مثلا. لو سلحت التوب على 12 بتحتاج 9 فاي 12، بقول لك تمام. هسه نيجي نحط حديد اضافي، بتيجي بتحط على هاي، بتحط انه انت بدك الشبكه الاساسيه عندك 5 فاي 12، والشيء اللي انت بدك اياه اضافي مثلا فاي 12. كم سيخ احتجت؟ احتجت هون 4 فاي 12 واحتجت هون 3 فاي 12، فبالتالي تقدر تحكي عندك بيسك مش توب 5 فاي 12 and extra مثلا 4 فاي 12، وين؟ عمود معين لازم بس عند العمود هذا، بس عند العمود هذا رح تحط 4 فاي 12، بس عند هذا العمود، هذا العمود مش بحاجة 4 فاي 12، هذا العمود مش بحاجة 4، بس انت عند هذا العمود بدك تحط 4 وعند هذا العمود تحط 3. بتقدر عادي تخلي انه السيخ اللي بدك اياه اضافي مثلا فاي 16، فبتحتاج انت مثلا 2 فاي 16 او مثلا 2 فاي 16، تقدر تحط انت السياخ ما بت حسب الكود. انا ما عندي خبره برجع اكرر، ولكن انا هاي الفلات سلاب ما اجي احكي انه هاي فلات سلاب سماكتها، يعني الملخص سمري فلات سلاب فلات سلاب سماكتها 18 سنتي، تليحها 5 فاي 12 بوت توب واكسترا عندي 2 فاي 16 4 فاي 12 عمود واحد فقط، هاي مش هاي، هاي عبارة عن شيء رخيص كثير very cheap أو إشي منطقي، تسليح منطقي إنك تصمم هاي السلاب بهذا الإشي، تقدر تصمم هذا السلاب بهذا الإشي، جدا ممتاز إنك تسوي هاي السلاب. أنت هيك بتكون صممت السلاب هاي. فأنت تخيل عندك 5 طوابق تعمل على تفوت عليه تابس تعمل ريبليكيت، أو خلص أنت شفت المخطط المعماري. خلينا نرجع للمخطط المعماري هون، بتلاقي يفتح توكاد. تمام، هاي المخطط تقريبا. تمام، هذا المخطط، المخطط إذا بتلاحظ إنه كل الأربع طوابق، الطابق هذا والطابق هذا والطابق هذا والطابق هذا اللي جنبه كلهم نفس المساحة، أو مساحة تفرق 20 متر مربع، ما راح تأثر عندك بالتسليح بجيلين. أنت بتقدر تحكي والله إنه عندك هذا المبنى تقدر تسلحه تسليح هذا. يعني أنت لو تروح على المقاول تقول والله أنت بدي تصمم لي هذا السقف 5 فاي 12، 5 فاي 12 وعلى العمود ذا، روح انا هذا العمود شايفه هون، اروح المخطط المعماري اقول له والله عند هذا العمود برسم له سيخ، اكتب 2 فاي 16 مثلا عند كل طابق، واعطي له الموقع. وعند هذا العمود برضه 2 فاي 16 2 فاي 16، واعطي له المقاول هذا المبنى مستحيل يوقع، هذا المبنى ما راح يوقع. هيك احنا لو بدنا نصمم هذا المشروع كمشروع سكني بقدر اصممه هيك. هسه احنا ما خلصنا، في عندك شيء كثير، وهذا كمشروع واحد يعني
كمشروع تصميم أسقف بس. تصميم أسقف هو انتهى، ولكن بالعادة في المشاريع التخرج في أي مكان بالعالم بقول لك بدي تصمم لي هاي سلابة معينة، وهاي سلابة ثانية، وهاي سلابة ثالثة. بالتالي أنا ما راح أوقف بالدورة هاي على تصميم فلات سلاب، وإنما لا أصمم كمان الطابق هذا إن شاء الله المرة الجاي على بس تعريف الماتيريال وكذا، وهاي راح يكون بفيديو واحد مباشرة 5 دقائق يكونوا خالصين. أو أصلا راح أعمل نيو موديل، بس راح يفرق معي بعض الشغلات، راح يفرق معي بعض الشغلات. هيك هاي بتكون تسليح فلات سلاب. هاي طريقة من طرق التسليح. في طريقة ثانية بقول لك إنه أنت هون شو سلاب ستريسز، وتقول له أنا ألتيميت، وتقول لي مثلا بدي الأم واحد واحد. أم واحد واحد يعني المومنت باتجاه الإكس، فراح رسم لك خطوط كونتورية، راح رسم لك خطوط كونتورية بقول لك إني عندي مومنتات، طلع عندي مومنتات هنا. هيو بتلاحظ انه كل سلابة تقريبا اخضر، اخضر بالبوتوم، يعني الماكسيمم مومنت تقريبا 15 مستكمل 38. يعني هون بكون في اخطاء معينة من البرنامج بسبب خطوط الكونتور، تمام. فبتلاحظ انه هون حط لك انه السلابة تقريبا بتلاحظ كلها 15. شو يعني 15؟ يعني انه بحاجة حديد بتحمل مومنت 15، تمام. اذا بتيجي على الخطوط الثانية الصفر بتلاحظ انه هاي كل طلع هون حط لك مومنت سالب 300، هذا مومنت سالب 300 بس هذا العمود من جوا. احنا ما بناخذ عمود من جوا، احنا بناخذ فيس عمود يعني تقريبا هون مومنت 59، مع انه لا على الستريب ما طلع معنا هيك، واحنا بناخذ نتائج الستريب. فبرضو على المومنت الاصفر بتلاحظ انه تقريبا سالب 30 سالب 45، هذا هو تقريبا سالب 45. فهون انت في عندك كونها خطوط كونتوريه تقدر تاخذ الرينج تبعها. كيف يعني الرينج تبعها؟ يعني انت تقول للبرنامج، طب خلينا نشوف حديد اللي على الواي، هاي الحديد اللي على الواي نفس الطريقه، البوتوم كله 15 والبوتوم هاي نفس الشيء، تسليح الشبكتين على الاكس والواي نفس الشيء. بس هسه هون في عندي انا بقدر اعمل اشي معين اللي هي التصميم باستعمال شيت اكسل، تصميم باستعمال شيت اكسل. كيف يعني؟ نيجي لهون، عندي هون اشي اسمه بيم، تمام. انا هون شيت اكسل مسميه بيم، هو مش بيم، هو بيطلع لي المومنت، وهكذا. هسا بقدر احكي لي لو بدي عندي 5 × 12، اول شيء هون given area of steel and dimension وبدي اجيب المومنت. شوف انا اللي عندي 5 × 12، مش انا قررت اعمل شبكه قبل هذا الشيء، قبل ما اعمل هذا الشيء انا حكيت للبرنامج انه بدي 5 × 12 وشفت انه مناسب 5 × 12، راح تحكي لي اه. بقول لك طب انا لسه بديش احكي للبرنامج، انا بديش اعتمد على تصميم البرنامج من مره، بدي اعتمد على قيم الاناليسيس بس. شو بتيجي تحكي له؟ بقول له طيب تمام، هون على شيت الاكسل بتقول له الاف سي برايم بدك 30، اف واي 40، البي 1000 ملم يعني 1 متر، البي اللي هي قديش انا السلابه عندي الاتش الها، الاتش الها والله راح تقول لي 18 سنتي، كم الدي بتكون 15.5 لانه الكفر اللي فات سلابه 2.5، بالتالي هون بقول له 180 ناقص 25 155 اريا اوف ستيل. قديش انا 5 × 12، 5 × 12 هاي الفاي 12 قديش مساحته؟ 113. 5 × 12 كم مساحتهم؟ 5 ضرب مساحة الفاي 12، تمام. فاعطاني انه المومنت اللي بتتحمله 5 × 12 بهاي السلاب هو 33. لو رحت هون على الكونتور، قلت له هون والله حط لي مومنت المينيمم تبعه 33 والماكسيمم تبعه 33.1. شو يعني 33 33.1؟ يعني يحصر لي القيم اللي بين ال 33، تحط الابلاي طبعا موجبه. لاحظ انه كل سلاب طلعت لون واحد، نساك من هذا اللون الصغير، هذا ايرور بالبرنامج عادي. لاحظ انه انا شو عمل البرنامج هذا؟ اعطاني انه كل قيم المومنت انها كلها لون واحد، طلع كلها نهدي. لما يكون كلها نهدي معناته انا ال 5 × 12 على البوتوم امورها 100%، معناته انا باجي اكتب انه 5 × 12 no extra needed or 5 × 10. طب خلينا نشوف 5 × 10 قديش بيعطيني. اجي هون بقول له 5 ضرب مساحه الفاي 10 بيعطيني مومنت 23. جرب اكتب هون 23 و 23.1، لاحظ انه برضو ال 5 × 10 طلعت لي نفس اللون. فكونه معناته انا تسليح ال 5 × 10 صح
والخمسة فاي 12 صح. أنا من جهتي بعد ما شفت زي هيك بقول لك صمم لي السلاب هاي علبتهم خمسة فاي 10 عادي، وفر لي. تمام. بس إذا بديها على البدء على الطب، طب بخلي هاي سوالب، هاي سالب 23.1 وهاي سالب 23، لأنه بالسالب الإشارة بتعكس. طب أنا صممت على الواي ما صممتش على الإكس. تعال هون طلع شو لاحظت عندك هون؟ لاحظت إنه عندك ماشي كلها أزرق، ولكن في بعض المناطق في عليها مومنت، في عليها ألوان مختلفة. معنى هذا الحكي إنه هون أنا بحاجة حديد إضافي هون، وحديد إضافي هون، وحديد إضافي هون، وهكذا. ولكن حكيت لكم على الستريب أفضل، لما البرنامج أفضل من هذا الطريقة، لأنه هون بين لك إنه هون بحاجة حديد، وهون بحاجة حديد. فأنت هون بتقول له لو بدي أضيف شبكة ثانية، شبكة ثانية شو يعني؟ يعني أضرب لي هاي القيمة في 2 وأضرب لي هاي القيمة في 2، يعني بدي أحط أنا لا هاي لازم سالب 33.1 ضرب 2، وهاي سالب 33 لازم هيك، إنه المومنت 5.12 حكينا إحنا التوب. فبتلاحظ إنه عندك تقريبا إذا حطيت شبكتين حديد، طبعا هاي الألوان ما القليل اللي هي على مستوى العمود ما بتهمنيش، أنا اللي بيهمني اللي طالع من العمود. هذا معناها لو أنا حطيت شبكتين حديد عند هذا العمود، يعني حطيت هنا 5 فاي 10 و5 فاي 10، شو راح يعمل؟ راح يشيك، وهون راح يشيك. فبالتالي بقدر أحكي إنه عندي 5 فاي 12 توب، وعلى الإكسترا عند بعض العمدان 5 فاي 12. فبالتالي شو صار عندي؟ التسليح اللي طلعته من البرنامج صح، التسليح اللي طلعته من الإكسل تقريبا صح، الاثنين صحيحات. فبالتالي بس بدي تعرف كيف تتعامل مع البرنامج، انه ممكن تشتغل على الكونتور، مع انه انا بصراحة ما بحب هاي الطريقة، هون انا هجزيك ان هاد شبكتين حديد، طيب شبكتين حديد شيكات، او بخلي البرنامج يصمم. ولكن نقدر نقول تسليح السلاب للسمر النهائي عندي أموري تمام زي هيك. هون الإكسترا عند عمودين بس، هون تو كولوم بتحطهم بالمخطط، تحطهم أوتوكاد تمام، بتشوفهم على أوتوكاد يعني. إن شاء الله بس نوصل للشوب دروينج. يعطيكم ألف عافية.